لأن انطلقت بالأمس الفعاليات ديال المهرجان الدولي جوهرة التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكارنفال الافتتاح والذي تخلل والذي جاب شوارع مدينة الجديدة، وبعده انتقلنا إلى السهرات الفنية بكل من منصات الجديدة أزمور وبير جديد، برمجة متنوعة، أنشطة متنوعة، هذا هو عنوان مهرجان جوهرة الفريد من نوعه بتعدد الأنشطة دياله، فكاين فضاءات للأطفال، رياضة شاطئية، مسرح الشارع، جوهرة موم، فضاءات للأطفال، بلا ما نساو جوهرة تالنت اللي تقام في سيدي بوزيد في شهر يوليوز، الدورة الثامنة لمهرجان جوهرة. كتعرف ميلاد واحد النشاط جديد اللي هو بشراكة مع جمعية لي فوداغ، وهو عبارة عن واحد لاتولي جيون اللي كان اليوم في الحي البرتغالي، واللي شاركوا فيه العديد من الساكنة ديال مدينة الجديدة وزوار مدينة الجديدة، وهو عبارة عن ورش مفتوح للعموم اللي كيقرب الإنسان المواطن العادي من فن الرسم والفن التشكيلي بصفة عامة. جوهرة 2018 في دورتها الثامنة منظمة من طرف جمعية دكالة وبمساندة المكتب الشريف للفوسفات، وهو المساند المؤسس اللي وقف معنا منذ الدورة الأولى وتبنى هذا المشروع وكيدعمنا كل سنة. فهذا مهرجان جوهرة هو مهرجان ديال ساكنة مدينة الجديدة، ولا واحد الموعد سنوي كينتظروه الساكنة ولا الزوار ديال مدينة الجديدة، وكيساعد في التنشيط الصيفي لمدينة الجديدة باش كنسوقوا المدينة الجديدة ونجعلوها كوجهة مفضلة للمصطفين، وبذلك كنساعدوا في خلق واحد الحركية واحد الديناميكية اقتصادية لمدينة الجديدة وللإقليم بصفة عامة، لأن عندنا أزمور وبير جديد وسيدي بوزيد. باش لا باش نجاوب على السؤال ديالك، انا من الراي ديالي هو زعما البرمجه الفنيه لا تقل اهميه في هذه السنه من سابقتها. فمعنا فنانة مشهورين، معنا الشاب الهندي اللي هذا فنان ديال الراي، هو شيخ شيوخ الراي ومن لا جينيراسيون ديال الشاب حسني والشاب خالد، وكيعرفوه الجمهور، يمكن الشباب ان بو موان، ولكن كيعرفوه الجمهور. سي ان شوا نوستالجيك. معنا رياض العمر اللي لبناني، فدائما حنا وفيين لا ستركتور ديال البرمجه ديالنا اللي فيها حاضر بقوه الفن الشعبي، فيها لا نوفيل سين ماروكان مع ايهاب امير هاد ليطوال مونطونت واللي حقق واحد نجاح كبير، معنا لا فيزيون سعيد مسكير فريد غنام، والفن اللبناني حاضر ايضا ككل سنه مع رياض العمر. الحاجه الوحيده اللي يمكن نقولوه هو ما كانش عندنا شي فنانين اللي غادي يجيو من مثلا من لبنان، بحكم ان رياض العمر هو في المغرب، فارتئينا هذه السنه
باش نحاولوا نتجنبوا داك المصاريف ديال الفي اش ار ديال الطائرات وديال التنقل اللي كانت شويه تثقل الكاهل ديال الميزانيه ديال المهرجان. وكل سنه وكنحاولوا نتاقلموا مع الـ مع الـ مع الامكانيات، ولكن المهرجان باقي في نفس النموذج ديالو، ثلاثة المنصات و7 ديال الأنشطة الموازية.